السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معايا فيديو جديد النهاردة ان شاء الله يعجبكم. لو اول مرة تشوفوا القناة اعملوا لها سبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يجيلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله، واعملوا شير ولايك للفيديو. ويلا نبدأ الفيديو بتاعنا. طبعا انتوا عارفين فيديو النهاردة هنتكلم فيه عن ايه. من بداية الفيديو كده شفتوا انتوا الشمعة اللي كنت جايباها، دي شموع اشتريتها من باث اند بادي ووركس، كان عليها خصم، كان في سيل. هي الشمعة بتبقى ب24 دولار، فنزل عليها سيل بيت ب12.5، وكمان لو خدنا حاجات ب40 دولار بيعملوا خصم 10 دولار، فكان سعرها حلو جدا. عايزة وجبت شوية حاجات تانية كمان، شوية كريمات وشاور جيل وكده، فهوريكم كل الحاجات اللي انا جبتها. دي الحاجات اللي انا جبتها من باث اند بادي ووركس، بس هي ده براند تاني، براند تبع باث اند بادي ووركس، اسمه وايت بيرن. وايت بيرن يعني الحظيرة البيضاء. هو بيعمل الشموع حلوة قوي، ريحتها قوية جدا. عايزة اوريكم شكلها عامل ازاي، اصلا جايبينها بطريقة حلوة قوي. حاطين الشنطة، ازاي عشان يحافظوا عليها، عشان هي ازاز طبعا، عاملة زي الكرتونة بتاعت البيض. اول ما شفت الكرتونة دي شكلها قلت شبه بتاعت البيض بالظبط. فحاطين، انا اشتريت 4، هم عاملينها على قد 6، يبقوا 6 وحدات، 6 علب شمع يعني. فانا اشتريت 4 وحطوا لي الشاور جيل بقى والحاجات دي اللي جبتها، حطوها لي هنا عشان تحافظ على العلبة، عشان هي ازاز تحافظ عليها. فهوريكم كل الشموع اللي انا جبتها. طبعا كل بيت يعني محتاج للشموع دي، خاصة كمان العرايس الجداد اللي لسه متجوزين او لسه هيتجوزوا، والستات المتجوزين برضو يعني محتاجينها، برضو تعمل جو شعيري كده في البيت وتعمل اضاءة وبتدي عطر حلو قوي بتعطر البيت. فكل بيت محتاجه، لازم لازم تجيبي حتى لو واحدة بس، تجيبيها تشغليها شوية. هقولك اول حاجة دي ايه، دي بالستروبري، مكتوب عليها استروبري باوند كيك، بريحة كأنك بتاكلي كيك بقى بالستروبري الفريش الفراولة. ريحتها فظيعة جدا، ريحتها جامدة جدا. اهي بصي حجمها قد ايه، كبيرة يعني تخينة كده وحلوة جميلة. هقول لكم هي 411 جرام، يعني حلوة هتقعد معاكي فترة طويلة. انا بتقعد معايا فترة طويلة، بستعملها بشغلها شوية في المطبخ، بشغلها مثلا شوية في غرفة النوم، غرفة الصالون لاستقبال الضيوف، بحطها في اي مكان بيتعطر البيت وبتخليه ريحته فظيعة، وريحتها بتدوم لفترات طويلة، ساعات طويلة. يعني لو شغلتها مثلا ساعة 1 بتقعد لغاية تاني يوم الريحة موجودة في البيت. فدي الاستروبري ريحتها جامدة جدا. هي طبعا في مئات الروايح ومئات الالوان والاشكال، يعني مجموعة يعني جامدة جدا كبيرة قوي من الشموع. دي مكتوب عليها جورجيا بيتش بالخوخ، دي بالخوخ ريحتها خوخ خوخ. انا بموت انا في روايح الفروتس والروايح اللي هي بتاعت التوابل كمان، والكوفي اللي هي وريحة القهوة ريحتها خطيرة. دي تاني واحدة جبتها. دي بقى باريس كافيه، دي بريحة القهوة، ريحة الكوفي ريحتها خطيرة. عايزة اقول لكم كأني بشرب قهوة، عايزة اشرب قهوة، كل ما افتحها اشغلها كأني عايزة اشرب قهوة كل شوية. ريحتها جامدة جدا، ريحتها حلوة قوي قوي قوي. فجبت منها 2، جبت الشكل ده وجبت دي كمان. هي هما الاتنين زي بعض، نفس العطر يعني، نفس الريحة، بس الشكل مختلف يعني. دي بتلمع شوية ودي مط شوية، ريحتهم خطيرة. دول الأربعة دول جبتهم زي ما قلت لكم، كانت ب24 دولار سعرها الأساسي الأصلي، نزلت بقت ب12.5.
بعد كده بقيت بعشرة ونص متهيألي كده بينزل عليها. لو خدنا أربعة أو أي أربعة من أي حاجة موجودة في الستور بيعملوا خصم. لو خدنا حاجة ب40 دولار بيعملوا خصم 10 دولار، فعملوا لي خصم 10 دولار على الأربعة دول. بقيت بعشرة ونص حاجة زي كده، كانت ب12 ونص فبقيت بعشرة ونص. يعني مش عارفة هم ليهم حاجة كده بيقعدوا يحسبوا، المهم اللي هي عليها خصم وخلاص يعني. فبقعد احسب انا هم حسبوها ازاي ما بعرفش، لاني باخد حاجات كتير معاها فمش ببقى عارفة حسبوها ازاي بالظبط. المهم كل الستات لازم يكون عندكم واحدة زي دي، شمعة كده يكون ليها ريحة حلوة كده تعطر البيت وتدي له جو شعيري رومانسي كده. كلنا محتاجين الرومانسية شوية، نطفي النور ونشغل الشموع ونقضي كده ليلة حلوة، جو حلو جو رومانسي بهدوء كده، مفيش مشاكل مفيش خناقات، نريح أعصابنا نهدي أعصابنا شوية. الستات بقى اللي أعصابهم مشدودة دول يهدوا، يشغلوا الشمعة دلوقتي ويهدوا شوية ماشي. والبنات اللي لسه داخلين بقى على جواز لازم، وانتوا بتجهزوا لازم يكون عندكم الشموع دي. في طبعا في كل بلد فيها انواع شموع كتير، فانا بحب النوع ده من الستور بتاع باث اند بادي وركس، بحب اجيب منه الشموع دايما لان ريحته قويه وبتدوم، بتقعد لغايه تاني يوم يفضل ريحه البيت كله مع بقى البيت، بيفضل ريحه البيت كله نفس الريحه اللي انا كنت مشغلاه. هقول لكم حاجه تانية، هم كاتبين هنا ان احنا نبعدها عن الاطفال، الاطفال ما يجوش جنبها، ان احنا ما نسيبهاش اكتر من 4 ساعات شغاله لان بتبقى خطر، بتسيح بقى وكده لان كلها زيوت طبيعيه وروائح قويه يعني فبتسيح طبعا. وكمان لما بنيجي نكون مشغلينها بيكون مولعينها وعايزين نطفيها، ما نطفاش كده ما ننفخش فيها كده، استنى عشان حاجه دخلت في عيني، ما ننفخش فيها لا. احنا نعملها ازاي بقى؟ نروح قافلينها كده فهي بتطفي وتطفي لوحدها، لكن لو نفخنا فيها او رشينا عليها ميه او رشينا عليها اي حاجه فده غلط طبعا، لان هتعمل دخانه وهتعبق البيت بريحه مش حلوه. طبعا انت عارفين ريحه الدخان بتبقى عامله ازاي لما بنطفي اي شمع، فدي كده بتقفلها خالص وبتكتم الدخانه جواها. بس انت بتشغليها لمدة مثلا ساعة او كده وخلاص، يعني بتاخد البيت بياخد ريحة العطر بتاعها وبيتعطر وكده وخلاص. بس اوريكم حاجات كمان، جبت كمان دول، بس دول كنت جايباهم قبل كده ايام الكريسماس كان في خصومات وعروض، لا دول جبتهم مع الشموع. دي كانت الواحدة بحوالي 13 دولار ونص، ده شاور جيل، ده رجالي كنت جايباه لجوز اختي كان قال لي عليه، يعني كنت جايبه له مرة فعجبه قال لي لو نزل تاني ابقي هاتيهولي، فجبت له 4. دي بال وايت ووتر، زي الكول ووتر والحاجات دي ريحتها فظيعة جدا رجالي، جبت 2. ودول اللي هي المهوجني وودز ريحتهم خطيرة جدا، كانت الواحدة ب13 ونص، نزل عليه خصم خصومات 75%، بقيت ب3 دولار ونص، فسعرهم حلو جدا، جبت له 4. وطبعا كنت جايبة كريمات وجبت الشاور جيل ده ليا، ده برضو بنفس السعر عليه 75% خصم، بقى ب3 دولار ونص، كان بنفس السعر برضو 12 دولار ونص. فجبت واحدة بس لاني لقيت عيب في الغطا بتاعه فما عجبنيش الغطا بيتفتح، فجبت واحدة بس الاستعمال بس اليومين دول. وكنت جايبة قبل كده زي ما قلتلكوا في الكريسماس كنت جايبة دول بادي ميست، دول الأحجام اللي هي الفان الصغيرة دي، المين الصغيرة اللي بتتحط معايا في شنطة الخروج، واحدة باسمها روز دي بالياسمين والفانيلا. وكنت كمان جايبة البادي كريم، ده بادي كريم ده برضو بنسيج القطن الابيض. انا شارحه كل حاجة بالظبط على قناتي الجديدة جي جي بيوتي كير، ادخلوا شوفوا الفيديو.
هنزل لكم اللينك بتاعه على في صندوق الوصف، والكريم ده برضو يعني كنت جايبه المجموعه دي، وده بالكوك كريم هات، ده بالكاكاو ريحته فظيعه، هو بزبده الشيا ريحته حلوه قوي، وترطيبه 24 ساعه بيقعد مرطب البشره 24 ساعه، ده بيبقى حلو قوي بحطه معايا في شنطه خروج او انا مسافره او لو رايحين مثلا الشغل لو رايحين الجامعه كده يعني. وده كمان ده اسمه جابانيز شيري، ده بريحه الشيري. ودي تاني واحده برضو جايبه منه اتنين، وده الماجيك ان ذا اير يعني السحر في الجو، ده ريحته حلوه قوي برضو. ده متهيألي بايه؟ ده كان بالصبار، متهيألي ده بالصبار اعتقد كده يعني. بس وجبت البادي لوشن ده برضو، بس هي دي المجموعه اللي انا جبتها من الحاجات اللي عليها سيل. ده كان الواحد بدولار و95 سنت، سعره الاساسي بخمسة، سعره الاساسي بكام؟ ب$5.5، بقى ب$1.95، فكان عليه اوفرز يعني، فجبت بقى ايه الشوية دول. فدي كل الحاجات اللي انا جبتها من باث اند بودي وركس. والشموع طبعا انا عايزة اتكلم كتير قوي عن الشموع دي، ان هي مهمة قد ايه، مهمة في حياتنا، كل حاجات مهمة على فكرة. بس ده كان الفيديو بتاعنا النهاردة، يا رب يكون عجبكم، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي.